له يا حبيبي يا مروان، طب معقولي كمان حتى على قصة المدرسة والولاد بدك تشارع وتعمل قصة؟ لك فيكي تسكتي احسن ما اطرقك على جوزك. ما جلستنا قدام المدير اليوم. اذا بيطلع القصد فوق ال $200 ما مسجنهم لديما وجاد بالمدرسة. ديما وجاد فوق ال $200 يعني شو عم نبيع بطاطا؟ لانه كل عمركم انتوا تدرسوا بالسوربون. طب خلص بهيك بيك خريج وين انت؟ خريج نيس؟ خلص والله خريج انا. بونجور. بونجور سوري تاخرت عليكم. مس مروان كيف؟ اهلا اهلا. كيف بتعرفوا عجقة التسجيل وهيك قصص هلا بهالفترة؟ نحن جايين منشان هالموضوع استاذ نعيم. شوي اهلا منشان نسجل منشان القصص ديما وجاد لنشوف اذا بنسجل حسب شو بكون عندكم الارقام. نحن ما بنقبل الا ما تكونوا عندنا بالمدرسة. لا شو ان شاء الله. يلا ان شاء الله خير. ان شاء الله. شو عندك اسئلة معينة؟ يعني شوي شوي ديما وجاد بتعرف الله يخلي ولاد العالم كلها قديش قصتهم بالسنة؟ حسب الصف 12,000. 12,000 شو قال تقل سمعي انا شو قال؟ 12,000 دولار يا حبيبي هيدا ارخص مدرسه. شو بك؟ قلبي انا بدي احط على ديما وجاد 12,000 دولار. لحظه انا بدي احط عليهم 12,000 دولار؟ كل عمركم تقعدوا تحت الشجر يجي واحد يطرقكم بالعصاية على راسكم يعلمكم انت واهلك. الله لا يوفقك يا مروان. شو بنقولك على جوزتي يا مروان؟ يا خيي ليش انتوا شو لحظه انتوا شو عم تعلموه ليش للولاد؟ شو 12,000 دولار؟ 6 ب 6 6 ب 6 وري. طب استاذ انت حد علمك؟ انت ما بتعرف انه احنا بنعلمهم كل شيء؟ ما في كثير اشياء بنعلمهم. خي شو عم تعلموا؟ شو عم تعلمون؟ احكي لي لشو المواد الاساسيه. بعدين في عندك ما تنسى الاوتوكار محسوب ضمنهم. الاوتوكار لحظه الرياضة. لحظه شيل الاوتوكار. كيف تشيل الاوتوكار؟ بيروحوا بيجوا ماشي. ايه مروان بدي ابعث ولادي ماشي على المدرسه. على اساس انتم الليموزين كانت توقف على باب البيت تاخذ الاولاد تاخذكم يبعث بيك يبعثكم هيك على المدارس. الليموزين رايح والليموزين جاي. يا مروان والشتي حرام عليك الاولاد. ان شاء الله يتشتش راسك هيدا اللي متشتش. انا بفرجيك استاذ الرياضه. الرياضه مهمه كمان. خلص ما هي الرياضه منا وفيها معلم. كيف يعني؟ معلم يروحوا ويجوا ماشي. هي ذات رياضة. بيركضوا ركبتين جاد تلحقوا ديما وأهلوا مجرد. لكن نلغي الأوتوكار والرياضة. شيء نلغي الأوتوكار. في نشوف. عندك الفيزيك والشيمياء. شو هو؟ الفيزيك فيزياء وكيمياء هدول ايه ضروري حبيبي ضروري يتعلموا فيزيك وشيمياء. ايه ضروري ضروري الفيزيك والشيمياء. ما هيك انت شو بيعرفك بالفيزيك والشيمياء؟ شو مفك أبوك أبوك اللي شو بيعرفوا بالفيزيك وبالشيمياء؟ يا مروان شو قصتك كأنه مش معلمين؟ طول عمرنا حاططنا بأحسن مدارس. حاو حاو على أحلى مدارس. يعني نلغيهم كمان هون؟ شيل الفيزيك والشيمياء. شو بدهم فيهم؟ في عمي. في عندك الظهرات السورتيات النشاطات هدول كلهم كمان هون. ضروري ليغيروا جو. أنا عم باخذهم هذا الجو بتتركوا علي أنا بظهرهم وجيبهم وبحطهم. شيل كمان هذا. كمان بشيلها؟ بدي أشوف قديش بده يبقى القصة. طيب التربية هيدي شغلة كثير مهمة. لحظة يا تربية. تربية. شو أنا ما عم ربي ولادي؟ لا ما قصده هيك هو قصده غير. أنا عم ربيهم ولادي. لك طيب يا عم ربيهم. مش قصدي هو اللي قال انا قلت بلا تربيه. انتوا اللي بلا تربيه. اهلك كلكم بيت الرقروقي بلا تربيه. عم بقلبكم علي قول في ايش بنشيل التربيه. شيل التربيه. طب والرقص؟ في رقص؟ ايه بلا حبيبي انا بديهم لديما وجاد يتعلموا الرقص. لك ان شاء الله برقص على قبرك انا والسعاديين كلها. نعم. بيرقصوا على قبرك. بنعمل هيك وري طق طق وري طق طق وري طق طق على البلاطه فوق بنرقص. يا مروان شيل الرقص. في تكاليف في الايسيات كمان تبريد والتكييف هالقصص كمان ما في. ان شاء الله بيفطسوا اي تكييف وتبريد. شو بكون تاخذوا على حسابنا ان انتم تكييف وتبريد تعملوا للمدرسه؟ طب خلص يا مروان شيل التكييف والتبريد. طب هن شيء وتلمين شيء كيف هيدا؟ روح يا عمي شيل. طب والكافيتيريا؟ كافيتيريا نسالي اياها عم تعمل لهم امهم سندويشات من لحمه ودمه. شو عم بعمل لهم؟ ما عم تفيرهم زعتر وزيت؟ حرام خليهم ياكلوا لما بنشيلها كمان؟ شيل المات. في عندك حسابات بدهم يتعلموا حسابات؟ اي حسابات ما حدا بيستلم حسابات غيري. انا في حسابات هول عند الاولاد ان شاء الله بدك تسلميهم الحسابات. طب واذا استلموا الحسابات شو بصير؟ بقى الله الله شوف الله بحاسب فيك. حط شيل الحساب. وهلا في كالكولاتريس بيقدروا يستعملوها بس انه قد ما كان تاريخ وجغرافيا. تاريخ بس انسى هذا التاريخ يعيد نفسه. مثل ما عم تمرق الدنيا وتلف عم يرجعوا كل اللي كانوا عم يرجعوا. هذا التاريخ برمي ما حدا بيعرف. يا مروان لازم يعرفوا الاولاد. طب شو كيف صار من زمان وكيف كم رئيس جمهوريه وكم طب خلص انا طبخة اللي بيت لك بسناني. ها خلص عم بقلبك رئيس جمهورية. ما في رئيس جمهورية. قاعدين عم يروحوا وبيجوا ما عم يعرفوا يجيبوا رئيس. طب خلص اوكي. طب الجغرافيا بنشيلها معهم كمان. جغرافيا شو يا حد لبنان يا حوة من الشمال سوريا ومن الشرق سوريا ومن الغرب البحر الابيض المتوسط ومن الجنوب فلسطين. شو بدك بعد؟ طيب شلناها كمان حافظينها. بس ما تنسى اساس في شيء اسمه قرطاسية.
هيدي ما فيك تتهرب منها يعني. اللي عملوا وراء بدهم يكتبوا بدهم يرسموا الرسم في عندك. ايه بس, بس 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 هيدي عندي خي خلي يرسم بالفحم رسمة الفحم حق 10,000 دولار إذا بيطلع واحد. أنا بجيب لهم كيس فحم الآن كسر لهم إياه وبيساووه. مروان شو هالعالم عندنا؟ شو هالعالم جغرافيا يعني. شو هيشوفوا الزبالة بالطرقات جغرافيا يلا. العربي عربي شو؟ العربي اللغة العربية نحن لازم تكون على القليل نعرف يعني على القليل يحكوا كلمتين عربي مثل الخلق والعالم. ما في حدا بيحكي عربي؟ ما انت بلا زغرة يا بنت الرقروقة بتردي على التليفون بتقولي الو هاي سافا بونجور بونسوار اتوا. ما في حدا بيحكي عربي؟ استاذ اللغة العربية يعني قواعد. قواعد شو؟ قواعد الاعراب هيدول الاشياء. ليش انت هلا اللي قاعد بوجنا هون انت ايه؟ هلا ان شاء الله نتعلي لي حالك انت فكر لي حالك يا مروان يعني. اسكتي انت وبدناولك يا حب مدير المدرسه هيدو. انت بتعرف عربي؟ ايه نعم بعرف. انت بتعرف اعراب؟ ايه بعرف اعراب. عرب لي اكل الولد والتفاح هلا شوف يلي قاعد نتعلي لي هون انك انت انك انت عندك مدرسه. ايه بعرفها مبلغ اكل بعرفها لحظه اكل فعل فعل فجع هيدا لا اكل فعل هذا اللي بيعمل عرق هذا بكون فجعان فعل ماضي فعل فعل ماضي ان شاء الله بتصير بالماضي انت وياه يا عمي شو خصني ولد وفاعل الولد وفجعان بيكون لا يا استاذ الولد وبيكون فجعان اللي بياكل هذا اللي بيكون منه شايف شيء بحياته والتفاحه التفاحه الحق لا حرام ندفع حقه مصاري لشو نسال الجمله كلها بقى طب شو بعد في عنا ما بقى عنا شيء يعني شو بده يدرس الاولاد حط قديش الرسم تبع السنه هذا رسمنا هذول كنا بيد واحد كذا 100 دولار يا استاذ 100 دولار هلا بدفع لك 10 وكل شهر 5 5 5 دولار. لك شو هالقصة هاي يا مروان؟ بيعيب قصت له ياهن منين بدي جيب له مصاري أنا بدي أعلمكن أنا ما أنت يا أستاذ في شغلة تعرف أنه الأولاد بدهم يتعلموا وبدهم يتربوا لك أنا بدي أعلمكن وبدي ربيكن كيف بتسحبوا مصاري سحب من العالم هيدا كله تجليط هيدا عم تاخدوا ألوف من البني آدمين سجل سجل ديما وجاد ديما ديما وجاد وجاد ايه شو كتبت بتررو لك يا عمي خلص حشحيت عليه للزلمة أنا محطوط اسم عائلتهم فوق هلا ابو حاسب بقى تحت نعم. شو بدك تدفع 5 دولار ب5 دولار كل شهر 5 دولار من عرق جبيني بدك تجرس اولاد شهادات ابوك واهلك معهم شهادات واحد معه طب وواحد معه هندسه وواحد معه امشي قدامي طيب مشينا ما بتعرفوا تفكوا على دوري بكون تتعلموا شو عليك يا مروان جرصتنا خاطرك استاذ مع السلامه شرفنا استاذ مع السلامه